والآن هذا خبز يابس، هذا خبز يعني يبسوه عشان ما هو الغنم، علشان الغنم ما شاء الله تبارك الله. وبعدين بعد ما يبسوه الآن شوف ايش يسوي له بالعصا، يدقه عشان يروح قطع صغيرة تستطيع الأغنام تأكله بسهولة. ما شاء الله تبارك الله، هذا تفتيت الخبز اليابس. عنواننا اليوم تفتيت الخبز اليابس لتقديمه للغنم والضان حتى يسهل عليها استصاغته وأكله بكل سهولة، لأنه لما يكون خبزك كذا كامل ما تقدر تأكله يا جماعة، احنا بالعقل نعرف هذا الشيء. فاحنا الان معنا العامل هذا ما شاء الله يحدثنا عن الطريقه انه يقطع بيده ويكسره بالعصا. فحصلنا على هذا المقطع الليله الجميل مع هذا الاخ الجميل في احدى مزارع البديع والقرافي. نتمنى لكم المتعه والفرجه الطيبه، وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسونا من الاشتراك واللايك. محبكم ابو مطعم الحربي من البديع والقرافي جازان.